واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء، فيحبطك، يحبط همتك ويثبطك، ولكن لا تلتفت لها، لا تطع، اعمل. ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعا، لأنك لو سئلت هل أنت الآن تعمل هذا العمل رياء أو سمعا قلت لا. إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له، افعل الخير ولا تقل إني أرائي أو ما أشبه ذلك.